اجتمعوا اليوم من أجل غزة وأهلها، وهم يتعرضون للقتل والتدمير في حرب بشعة يجب أن تتوقف فوراً. هذا الظلم لم يبدأ قبل شهر، بل هو امتداد لأكثر من سبع في محنهم وظروفهم الإنسانية وكوارثهم الطبيعية. تقف الأردن كعادتها إلى جانب أشقائها في فلسطين الحبيبة من خلال تقديمها المساعدات الإنسانية من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة. فمنذ عام 2009 والمستشفى العسكري الميداني الأردني في قطاع غزة مستمر بتقديم خدماته الطبية والعلاجية والإنسانية حتى يومنا هذا. ومع اشتداد المعاناة مؤخرا في ظل الحرب على غزة، أمر جلالته تم اعتماد رؤية استراتيجية متكاملة لإنشاء 3 مستشفيات حديثة ومحطتين جراحيتين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تم توزيع هذه المستشفيات بعناية لتشمل 3 مواقع في الضفة الغربية، مستشفى في نابلس ومحطتين جراحيتين تتوافق مع المستشفيات الكبرى التابعة للقوات المسلحة الأردنية من حيث الكفاءة الطبية والتدريبية والتشغيلية. وقد تم تجهيز هذه المرافق بأحدث التخصصات الطبية والجراحية. انعكس هذا الجهد تحقيق إنجازات ملموسة، حيث نجح المستشفى بخان يونس على سبيل المثال، الإشارة إلى أن أهمية المستشفى خان يونس تعاظمت بشكل خاص نظرا لتوقف العديد من المستشفيات المحيطة عن العمل خلال الأزمات، حيث تكفل المستشفى بمعالجة أكثر من 27,000 إصابة حرب، وقام بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لعدد كبير من المرضى الذين تم إدخالهم للعلاج. وفي ضوء الاحتياجات المتزايدة المتعلقة بتقديم الرعاية الصحية المتخصصة، تم اتخاذ قرار بإنشاء مستشفى للنسائية والتوليد، حيث أنه يوجد أكثر من 50,000 حامل ضمن النازحين في محيط مستشفى خان يونس، إضافة إلى مستشفى آخر متخصص في علاج حالات البتر وتركيب الأطراف الصناعية، وذلك لتوفير الدعم الطبي اللازم وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق. أضاء جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين شعلة جديدة في دروب من أظلمت حياتهم، فجاءت توجيهاته السامية من نبض قلب قائد وروح ملكية تؤمن بأن الجسد الواحد لا يهدأ إلا فلسطين الحبيبة. مبادرة استعادة الأمل لدعم مبتوري الأطراف في غيف من مصاب قطاع غزة، ذلك أن الناس يموتون في أماكنهم من مضاعفات إصاباتهم لصعوبة نقل المبتورين لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، لأن هؤلاء الأفراد بحاجة إلى زيارة مراكز الأطراف الصناعية بشكل متكرر للحصول على الأطراف اللازمة وإجراء التعديلات الضرورية، مما يتطلب وقتا وجهدا أكبر، إضافة إلى أن شوارع قطاع غزة ليست مهيئة بشكل كامل لمستقبا في ظل هذه الظروف، مما يسلط الضوء على أهمية الدعم المستمر لهم ويعكس التزام جلالته على تحسين جودة حياة الأشقاء في غزة. وهذه التقنية ساعدت في تجاوز الخطوات المتبعة في تركيب الأطراف الصناعية الاعتيادية، حيث أن المريض بحاجة لمراجعة عدة إلى مركز متخصص في تركيب الأطراف الصناعية أو للتقييم وأخذ القياسات وعمل البروبات وجلسات العلاج الفيزيائي. قامت الشركة صاحبة التقنية بإرسال فريق خبراء إلى مركز التأهيل الملكي وتدريب فريق من فني الأطراف الاصطناعية على هذه التقنية، وهم قلات من وحدة دعم مبتولي الأطراف الاصطناعية. هذه الوحدات راح تكون متنقلة هناك وسوف تقوم بتقديم الخدمة الطبية وتركيب الأطراف. على سياق هذه الصعوبات جاءت مبادرة استعادة الأمل لتخلق من المستحيل الممكن، إذ حصلت على تقنية جديدة رائدة تسمح بتركيب طرف صناعي فعال وفي زيارة واحدة وخلال ساعة واحدة فقط، وهذا ما استطاع أن يحققه نشام الخدمات الطبية الملكية من خلال تمكنهم من تركيب أطراف لطفل من قطاع غزة يعاني من بتر ثلاثي، واستطاع المشي خلال يوم واحد فقط. الأسامة أنه أنا وأمي وأبوي كنا قاعدين في بيتنا ونزحنا من منطقتنا منطقة الشيعية حي غزة إلى منطقة نصرات،
في الجنوب يعني. وصابنا أنا وأمي وأبوي في إيش اسمه، صابنا أنا وأمي وأبوي في انصراط، وهم اللي ضربوا قدامنا، ضربوا صوق قدامنا، وإحنا كنا في الشارع وشط شزايا علينا. وبعد الآن والحمد لله يعني كملت علاجي لهان، وركبت لي أطراف وبدأت أمشي كتير، والحمد لله يعني رجعت إن أمل، يعني أمل إنه أول إشي ما كنت أوصف إن أقدر أمشي تاني، بس الحمد لله يعني فضل الله ثم فضل الخدمات الأردنية قدرنا نوصلنا هاي المرحلة وقدرت أمشي حي. وأنا بحكي كتير الشكر إن هي غيرت حياتي الحمد لله. وبما أن الناس غير قادرين على مغادرة غزة، تم توفير شاحنتين مخصصتين وتجهيزهما بكافة المعدات اللازمة لتركيب الأطراف الاصطناعية الجديدة وإلحاق هاتين الوحدتين المتنقلتين لدعم مبتولي الأطراف مع طاقمها إلى المستشفيات الميدانية العسكرية الأردنية في غزة. تم استحداث تكنولوجيا أطراف صناعية علوية وسفلية. ميزات هذه الأطراف أنها سهلة التصنيع والتركيب، حيث خلال 3 ساعات عمل يستطيع مريض استلامها واستعمالها في حياته اليومية. تم تجهيز فان عدد 2 المعدات الكاملة للالتحاق بالمستشفيات الميدانية في قطاع غزة لمساعدة المرضى المبتولي الأطراف. واستكمالاً لتنفيذ مبادرة استعادة الأمل، ستقوم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بشراء الأطراف الصناعية مباشرة من الشركات وإرسالها إلى الوحدات التي ستعمل على تركيب الأطراف الصناعية في قطاع غزة. احنا اليوم أمام مشروع لدعم جديد لأهلنا في قطاع غزة، دعم متجدد للأطراف الصناعية. أكثر من 14 ألف مصاب ممن فقدوا طرف أو أكثر. بمشروعنا هذا التميز ليس فقط من ناحية ضخامة العدد، ولكن أيضا من ناحية السرعة. فمثل ما بحكونا أصحاب الاختصاص، راح يكون تركيب الطرف الصناعي بأقل من ساعة. في ضوء الاحتياجات المتزايدة والمتعلقة بتقديم الرعاية الصحية المتخصصة، تم اتخاذ القرار بإنشاء مستشفى للنسائية والتوليد، بالإضافة للحكي هذا مستشفى آخر متخصص بعلاج حالات البتر وتركيب الأطراف الصناعية اللي مدار البحث اللي قاعدين نحكي عنه، لأن قديش في إصابات فيها بتر موجود والآن هاي بحاجة لإدامة، خلينا نحكي لأطراف صناعية. إطلاق المشروع اللي نفتخر فيه يعني كأردن أنه يقدم لأهلنا في قطاع غزة. إذا بدنا نتكلم عن جزء من الجهد المقدم للأهل في قطاع غزة، هو كافة الجهات من خدمات طبية، من حكومة أردنية، من كافة الجهات. نتكلم أنه امتثالا للتوجيه الملكي منذ بداية 7 تشرين الأول أثر العدوان الغاشم على قطاع غزة، كان هناك توجيه ملكي واضح وصريح بتقديم كل ما يمكن إلى 2 إلى 4 أشهر بين زيارات مختلفة، من 10 إلى 12 زيارة قبل ما الطرف يكون جاهز. إحنا حاولنا نلاقي شركات إلها تكنولوجيا حديثة تقدر تركب طرف صناعي اصطناعي حديث خلال ساعة، يقدر الشخص مش بس يقدر يمشي ويجيب أكله، يقدر يمشي ويخدم حاله، يقدر يأكل بإيده اللي كانت مبتورة. فالطرف الصناعي ليس فقط للحركة، بل هو لإنقاذ حياة، لأنه كثير من الناس غير قادرين على الوصول إلى أكلهم بدون مساعدة. راح يكون في متابعة للأشخاص المبتورين، وفي تيليميديسن راح يصير بين الفانز الباصات اللي راح تروح على غزة وبين مركز الأطراف الموجود. الصمود والإرادة ينسج خيوطها جلالة الملك عبد الله الثاني المفدى بكل حب وصدق، وتجسد عهدا ملكيا بأن الأردنيين سيظلون دائما مع أشقائهم الفلسطينيين، يمدون لهم يد العون، يشعلون لهم شمعة من الأمل في أوقاتهم العصيبة. حفظ الله الأردن أرضا وملكا وشعبا. جيشنا يا عربي يدرع كل العربي، جيشنا يا عربي
نرعى كل العربي يتنتسبنا كلنا أكرم به من نسب. تعيشوا 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 وتحت عربي دراية لمجدنا ترف فوق جندنا تزهو بها تزهو بنا على مدار الحقب يا جيشنا يا عربي.